اللي قال لهم بان الكوتشي غادي يتحيد من جميع الفناراجين، راه الناس راه صافي قال لك حنا راه نموت ولا الاعدام، يعني راه ما بقى حتى شي حاجه الا حيدونا من جميع الفناراجين. صافي الكوتشي راه وقف، راه الناس راه ما بقاو تيرقدوا كاع، ما بقاش حتى ولات تقول لك لا راه هي مقترح، ولا قال لك راه هي مقترح. دابا حنا بينا نشوفوا مقترحات كذا كذا، ما يمكنش لان الكوتشي ما يمكنش يتفوت الا حيدونا من هنا. صافي الكوتشي الله يهنيه، هاد الناس راه جميع الفنا مرتبط، راه تنقول لك عضو، عضو في الجسم اللي هو الكوتشي من الاثر السياحي. الا تقاس الكوتشي راه تقاس كل شيء، الاثر السياحي هو الكوتشي هو اللي تيكتشف، هو اللي تيركبوا فيه الساعه وتيكتشفوا جميع الاماكن ديال مدينه مراكش، من حدائق، من السور المدينه، من جميع المدارس، اي حاجه كاينه في مدينه مراكش. بالنسبه للكوتشي كانوا هما بالنسبه للبلديه داروا اجتماع مع كل الناس المسؤولين اللي كتهمهم الساحه ديال جمال فنا، يعني من الناس ديال السوق، جميع الحلايقيه، الجميع، ومن ضمنهم عربة الكوتشي. الكوتشي اللي هو اثر سياحي وتراثي، وهو بحال قلنا بحال شي طرف من الجسم من الاثر السياحي، ما يمكنش يتفرق على الجسم ديالو. يعني الكوتشي في جميع الفنا كانوا قالوا بان تعطيونا شي مقترحات وداك الشيء، لان دابا تبقى الساحه خاصه الراجلين. اي احنا ماشي ضد القانون، ولكن الكوتشي خصو يبقى حدا جميع الفنا، يعني قريب لجميع الفنا، يعني ما يمكنش نشدوا الكوتشي ونخرجوه نبهدوه للمدينه، ولا ما يمكنش. مطلبوا منا مقترحات، ولكن المقترحات اللي هي كتلائمنا ومزيانه للكوتشي، والكوتشي خصو يبقى يعني قرب جمال فنا. هذه ما يمكنش الكوتشي تفوت على الكتبيه ولا جمال فنا، ان الكوتشي هو، والراجلين تيقولوا الراجلين، الكوتشي راه راجل، الكوتشي راه من الراجلين، لان وسيله النقل الوحيده اللي كانت هي الكوتشي، وهي اللي باقيه. واي واحد بيدير شي مشروع هذا الشيء هو باش معروف الكوتشي، كيعيطوا للكوتشي وكيقول ليه الكوتشي هو اللي بيدير لنا الاشاره، هو اللي بيكسب لنا السائح، هو اللي بيدير لنا. الكوتشي ضروري، الكوتشي الا ما كان الكوتشي راه ما كاينش. واي سائح جا للكوتشي ومركب شي جا لمراكش ومركب شي في الكوتشي، كان ما دار والو، غاتيكون السائح غادي فوق الكوتشي وتيعيط لشي صديق تيقول لك كيداير انا راه في مراكش وانا فوق الكوتشي. يعني الكوتشي راه اثار سياحي وتراثي، وسيله النقل الوحيده دابا ترفيهي. كنا كنقلوا الناس، يعني كان النقل الحضاري وداك الشيء، دابا ما بقاش، لان كثرت وسائل النقل وعدد ديال الطرقان تسدوا في المدينه القديمه اللي هو خص الكوتشي يدور بها يكتشفها. دابا عدد ديال الطرقان تسدوا، ازقه ضيقه اللي كيحبها السائح ما بقاتش، دابا سدوها، سدوها. كاين الفراشه وكاين دابا شراه الكل قضيه، خص هذا الشيء الدوله تعود اعاده النظر في هذا الشيء. وكاين وسائل النقل حتى هما غير زايدين، يعني سري بحال التريبورتوات، يعني تيك توك ما عندو لا بلايك لا ترخيص لا والو، تيه السائح. واش عرفتي لو وقعت شي حادثة للسائح فين غادي يولي؟ راه الحبس. راه عادات الناس كيخدموا النقل السري، الناس اللي خاصين بالسياحة راه معروفين، عندو الترخيص ديالو يخدم ما عندوش، ولكن هادشي هو اللي أثر على السياحة. ولاو دابا كلشي تيهز وكلشي والفوضى، خاص هادشي يكون تقنين للمهن جميعا، ماشي غير هنا ولكن جميع المهن. كنتمناو إن شاء الله من هنا لقدام يكون واحد التقنين، ويكون واحد 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 يعني زي موحد للجميع، ويكون يعني باش السياحة إلا جات تفرح. إلا جا السائح نشيط وركب مع الطاكسي ولا مع كوتشي ولا مشى للمطعم ولا وفرحوا به وخدموا بالقانون، راه تيمشي وتيهضر عندنا والسياحة كتجيب زايد. ولكن إلا السائح شفروه ونهبوه وكذبوا عليه، راه تيمشي تيحبس لنا عدد ديال السياحة. لهذا هذا نداء لجميع المسؤولين والناس اللي تيخدموا مع السياحة، يفكروا شي شوية ويخافوا الله ويتقوا الله، لأن السياحة خاصة نخافوا الله تعالى. يدي واحد الريال وليداتنا الحلال، ونخليوا الأجيال القديمة تشوف بأن راه هاد الناس اللي بناو هاد الشيء راه ما ساهل شيء باش تجي عندك السياحه لهاد البلاد هادي، لان راه بلاد راه شريفه وكريمه، والحمد لله القائد الاعلى وصاحب الجلاله اللي كيبحث وكيجري، والحكومه وكلهم الناس تيبحثوا، الوكالات السياحيه وجميع الناس صغير وكبير الناس كيبحثوا، لان السياحه ملي كانت كورونا راه بانت فينا العلامه. ونتمنوا التوفيق، وهذا نداء للجميع باش يديروا يد في يد ونتعاونوا. هذا الشيء فاش غادي راه ما خدامش، لان خصنا نوعوا بالمسؤوليه وخصنا نفيقوا ونعرفوا راه حنا دوله مسلمه، خصنا نخافوا الله تعالى. السلام عليكم. على حالك هذا ما يجوز لنا، حنا ندور في الجو.